وهذا سائل يقول: يا شيخ، هناك شباب يتكلمون كثيرا في سيد قطب رحمه الله ويقولون هو سبب مشاكل الأمة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنرجو التوجيه لهؤلاء. نقول على الجميع أن يتقوا الله وأن يحذروا من العدوان على عباد الله بقول أو فعل، فإن الله تعالى جامع عباده وسائلهم ومحاسبهم، وسيقتص للمظلوم من الظالم. وهذا القول أراه عدوانا على الشيخ رحمه الله. الشيخ كغير من الناس له عليه، نعم.